يعني سؤال جه في دماغي دلوقتي حالا، يعني مش محضر له والله. انا يعني المجلس اداره النادي الاهلي الحالي برئاسه المهندس محمود طاهر، يعني حجازي اكيد الناس هيقول لك ليه سبتوا حجازي، وحجازي كان ممكن احنا عندنا بطوله افريقيه، لكن هو فضل مصلحه النادي كنادي داخل له فلوس كمصلحه لاعب. يعني لو انا بصيت لها حته انتخابيه هو شافها ازاي؟ شوف حضرتك يعني الإدارة، لو هو كان بيفكر ان هو يعمل شو، الإدارة يعني خليه سؤالي محدد يا أي استاذ، إدارة، أنا لو عارف بيعمل أنا شو اعلامي ليه كان قال لك بعد الانتخابات لا حجازي يقعد وحجازي، ويعني يعني شوف يعني حضرتك، حضرتك قولوها شوف زي ما انتوا حضرتك عايزين. الناس كلها كانت معترضة إن الأهلي باع إيفونا، الأهلي كسب قد إيه من إيفونا؟ مبالغ طائلة. بالظبط نفس الأمر، اللي يعرف فن الإدارة لابد انه الاداره تستوجب انه يبقى فيه جزء مهم جدا من هذه الاداره اسمه التسويق. لسه الاستاذ قاعد بيقول يعني روما باعت محمد صلاح. ما هو ده كلام جميل جدا. انت النهارده عشان تدور العجله، لان عشان تدعم انت النهارده لما يجي لك 20 مليون جنيه انت النهارده ممكن تفكهم باربع خمس لعيبه لو انت عايز تجيب من داخل مصر يعني. بالظبط. فبالتالي المساله مش مسألة، وبعدين مسألة عطاء الموجود عندك. ما انت النهارده ما ينفعش ان انا ابقى موجود معاك في الاستوديو وانا متكدر. خلينا نروح لسؤالي تحديدا يا استاذ بلوف. يعني ازاي بص المهندس محمود طاهر ان هو فتره دلوقتي ان هو يعني بيحاول فتره انتخابيه، بص يعني ايه فتره بص انتخابيه؟ بص للمصلحه العامه وليس النظره القصيره اللي هي للمجلس نفسه. تمام. الانتخابات على فكره في النادي الاهلي الكيمياء بتاعتها مختلفه. المجلس الحالي بيسعى انه يبقى ليه بصمه وتواجد على كل شيء داخل النادي الاهلي. انت لما تشوف النهارده فروع النادي الاهلي، فرع زي فرع زايد اصبح صرح رياضي كبير جدا. تمام. في هذه المرحله. تمام يعني احنا مش عايزين نقعد نتكلم على الانجازات، لكن انا عايز اجابه موضوعيه جدا برضو، رايك يعني بمنتهى الموضوعيه. بص، هو انت التعامل مع ملف احمد حجازي تم بخبره وبحنكه بعيد عن الرؤيه الانتخابيه، لان النادي الاهلي عودنا عبر تاريخه وعبر مجالس ادارته سواء مجلس الاداره الحالي او الاسبق ان انت بتفصل فريق الكوره عن الانتخابات. وده كان تصريح للكابتن سيد عبد الحفيظ، انا مش هسمح لاي حد من الفرق ان هو يتدخل في الانتخابات اللي جايه. بالظبط. كان ممكن الكابتن او المهندس محمود طاهر كان ممكن يخاف من حته ان الضغط الجماهيري عليا في التوقيت دوت، وفي الحقيقه في ضغط جماهيري جدا. انا بقول لك احمد حجازي صفقه قويه جدا، يعني وجوده قوي جدا للنادي الاهلي في التوقيت دوت، ومشانه في التوقيت ده خساره للنادي الاهلي. كان هو ممكن لو هو يعني عنده خلل اداري او عنده مشكله اداريه كان هيفكر ان لا يقعد احمد حجازي ويقعد فلان ويقعد فلان عشان ما وسنه وراجع، خلي بالك على اساس ان انا ما اتعرضش للهجوم. بالظبط. لكن هو بص للموضوع، اتعامل مع الموضوع بتعامل لاعب مش عايز النادي في التوقيت دوت، مع احترامنا وتقديرنا الشديد لاحمد حجازي، واحمد حجازي ما يمشيش هو مش عايز يلعب في النادي الاهلي. فاللي ما يعوش النادي الاهلي النادي الاهلي ما يعوشش. تمام. قولا واحدا، لان مش هنضحك على بعض. احمد حجازي جات عليه فتره من الفترات احنا كنا بنجمل الصوره ونقعد نقول احمد حجازي مصاب، احمد حجازي كلنا كنا عارفين ان احمد حجازي في فتره من الفترات كان مش عايز يلعب عشان عايز يحترف، وكان بيضغط بورقه الاحتراف الخارجي، وانا كتبت ده في المصري اليوم. فاحمد حجازي ما كانش هيدي النادي الاهلي، ولو قعدته مش سنه قعدته 4 سنين خلاص، هو طالما قفلت في دماغه هو او غيره من اللاعبين. فانا شايف ان يعني اللي نقول ايه اللي هو يعني القرار دوت احسن القرارات الوحشه. يعني الكلام معاكم بصراحه يعني الوقت بيخلص فيه بسرعه. انا بحب اتكلم، انت عارف ربنا، بتكلم مع الصحفيين تحديدا الكلام بيبقى ممتع جدا وموضوعي جدا، واعتقد الناس كمان يعني تبقى حاسه الكلام بموضوعيه قوي. يعني شرفتني ونورتني وزي. ربنا يخليك كابتن حميد. استاذ بلوف طبعا يعني بيتك، يعني شرفتني ونورتني. شكرا كابتن عبد الحميد، والتوفيق دايما ونشوفك بخير دايما. ربنا يخليك يا رب، شرفتني ونورتني. يعني نطلع فاصل عشان نستقبل ضيوف الكرام في الفقره المقبله، النجم الكابتن حمد ابراهيم المدرب العام لفريق مصر المقصه، والكابتن الكبير نجم مصر النادي الاهلي كابتن ياسر ريان، وايضا الكابتن الكبير نجم الاهلي والزمالك كابتن رضا شحاته.